دوزكم بان نوفيل فيديو على واحد الوصفه اخرى اللي حتى هي رائعه بزاف. نتمنى يكون عجبكم الوصفه القديمه اللي كانت فيها ثلاثه ديال الطرق. اللي مازال ما شاف لا فيديو يدخل يشوف لا فيديو. انا غادي نخلي لو ليان في لا بار دافو. دونك البنات نهضر معكم شي شويه عاد ندخلوا في الوصفه. المهم هاد الوصفه البنات فريمون رائعه بزاف 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 بزاف. حتى هي بالنسبه لي انا كنعتبرها هي الصديق الوفي ديالي. علاش؟ لان بحكم ان الدومين ديالنا في اختصاص ديال الميكاب فكنتعرضوا لبزاف ديال المشاكل مع لابو ديالنا. علاش؟ لان ديما كتكون عندك شي شوتينغ ولا كيكون عندك شي حاجه دونك لابو ديالك كتعرض لبزاف ديال المشاكل لانك تاخذ لي برودوي بزاف. ماشي بحال اي وحده كدير ميكاب عادي مثلا ما شاء الله فاك ولا عندها شي عرس ولا شي سواغي ولا هذا. حنا لا ديما خصنا الجديد كنخدموا لي ميكاب ولا ميكاب ارتستيك. دونك ف كنعانيو بعض المرات من المشاكل. فانا هاد الوصفه الصديق الوفي ديالي ما كنستغناش عليها. الا كانت كتشوفني ماما راه عارفه الوصفه حيت راه ديما كتشوفني كنديرها فاش كنت معاها قبل. المهم البنات الوصفه كتكون من جوج ديال المكونات يعني ساهلين وبساطين وموجودين في اي بلاصه. يعني تقدر تمشي تاخديهم من عند اي بلاصه دونك ماشي غادي تقلبي ولا ما غاديش تلقاي. والوصفه سهله وما كتاخذش وقت بزاف وكتعطي نتيجه من الاستعمال الاول. يعني الا استعملتيها بزاف بانتظام ومهم زعما ماشي تعملها نهار وتبقى دو موا تخوا موا ولا عام عاد ديريها. بالعكس الا مشيتي بانتظام معاها 3 فوا باغ سيمين. المهم البنات ما نطولش عليكم. هاد الوصفه اللي هي غادي تكون افوكا وعندنا عسل. انا عندي العسل الحر ولكن الا ما كانش عندك العسل الحر متوفر تقدر دير اي عسل غير يكون العسل مزيان وصافي. المهم قبل ما غادي نبدا معكم الوصفه غادي نشارك معكم واحد المعلومات على هاد الوصفه. هاد الوصفه صراحه البشره الدهنيه والبشره الجافه والبشره يعني اللي مختلطه. علاش؟ لان الافوكا كتحيد الخلايا الميته داك الجل اللي كيكون ميت القشره بالنسبه للناس اللي عندهم بشره ديالهم جافه. كتحيد داك الخلايا الميته داك الجفاف اللي كتكون كتحمي انها ما تخليش البشره الجافه ملي كدير القشره كينتج عليها واحد الحك كتحمي انك ما تهيجلكش البشره ديالك. كتحمي كذلك من الحروق ديال الشمس. ان الى وجهك تعرض لواحد الاشعه ديال الشمس وحرقاته لك تقدر ديري افوكا كتكالميه وكتحيد داك الى خلات لك شي ديتاش من داك الحروق ديال اللي سببتهم لك الشمس. فيها فيتامينات فيها بزاف ديال الحاجات اللي زوينه كتنفع كتحارب الشيخوخه. يعني حنا فاش كنكبروا في اللاج كل ما كنزيدوا في اللاج كل ما كيخرجوا لنا دي غيد. الوغ هذه فعاله انها كتحيد لي غيد طبعا بتكرار الوصفه. والعسل كذلك كنعرفوه يعني غني عن التعريف في المزايا ديالو انه هو كيعطي واحد النضاره للوجه كيصفي كيحمي الوجه من داك كيفاش غنسميوهم ماشي لي بوان نوار الشوائب كيحميو من كتحمي من الشوائب كتعطي واحد النضاره للوجه. المهم العسل راه معروف المنافع ديالها بزاف. المهم البنات غادي نخلط الوصفه وغادي نرجع. المهم عندي جوج حاجات لافوكا زلات. انا رجعت لكم من بعد ما خلطت الوصفه وجيت لعندكم. فوالا هيا كيفاش كتكون. المهم هيا كيفاش خلطتها كيفاش رديتها. نتمنى تكون زعما كتبان لكم مزيان كيفاش مخلطه. المهم قبل ما نابليكي الوصفه على وجهي غادي نهضر لكم على على لافوكا. انا كنختارها كتكون طايبه بزاف. نورمالمون هذه راه بقات معايا بزاف
ام سوري، ولكن ضروري خصني نعمل بها الوصفه ونشاركها معكم. ولفت عليا ولفت عليا. المهم هذه شريتها قاصحه حيت راجلي قلت له يجيبها لي طايبه، وجبها لي قاصحه شويه، دونك خليتها بقات في الميكا ديالها حتى طابت. كتقيس فيها بحال هكا كتلقاها طايبه، علاش؟ لان الا كانت قاصحه فخصك طحنيها في المولينيكس، ولا ما غاديش تعطيك بحالها بحال الوصفه اللي وريتكم انا. غادي يكونوا غادي تكون حارشه، فهمتي؟ غادي يكونوا فيها ماشي بحال الكريمه. فكنصحكم انكم تختاروا لافوكا تكون طايبه بزاف. الا جات الا ما لقيتوش خليوها محطوطه 3 ايام 4 ايام، راه كتقصح الراسه، غير دو البال معها باش ما تعفنش. وثاني حاجه هذا ما كرميهش، هذا العطم ديالها اللي كان فيها ما كرميهش. الا بغيتوا تعرفوا شنو كندير به خليو لي في كومونتير باش نعمل لكم فيديو على هذه الوصفه. ثالث حاجه كنجيب هذا معروفين ديال لي غلاسون، علاش؟ لان هاد الوصفه راه ما غاديش نديرها في وجهي كامله. علاش؟ لانك بزاف لافوكا وحده كتخرج لك بزاف ديال الكميه، فانا كنخلطها وكنديرها هنايا كندير معلقه معلقه معلقه، لان كتخرج بزاف كيف ما شفتوا، وانا ما غاديش نستعملها في وجهي كامله، فكنعملها هنا وكندخلها للفريغو باش كتبقى لي موجوده. وفوقاش ما بغيتها ما كنعقش عليها كنلقاها موجوده، اون فوا كتسال علي عاوتاني كندير وحده اخرى كتبقى لي على حسب الاستعمال ديالي. كنت غادي نقول لكم نسيت. المهم انا كنهضر معكم وانا كنحاول نتفكر باش ما ننساش. المهم غادي نحاول دابا نوري لكم. المهم استعملت هاد البلاشينغ من هدى بيوتي ديال لي ماسك، وغادي نبقى نوزعها بهاد الطريقه بحال هكذا. المهم انا ما خلطتش مزيان، ولكن مي بون مزيان باش الفيزاج يستافد منا مزيان بحال هكذا. الشوال بلاص راه يعني غير واحد درت مره واحده، راه شوف شحال الكميه دارت لي، تقريبا نص ديال وجهي عليها. قلت لكم هاد الوصفه راه كتستعمل بزاف ديال المرات، ووصفه زوينه بزاف ما غاديش تندموا عليها. ما عندكمش هاد لي بلاشينغ ماشي مشكله، تقدري تستعملي يدك. مين خاف هادشي يطيح ليا؟ استعملي يدك ولا تستعمل معلقه ماشي مشكل. وهاد الوصفه البنات راه كتفتح اللون ديال الفيزاج، كتوحد اللون. بحال دابا الا كانوا عندك ديتاش، الا كانت عندك البشره ديالك مثلا ما رجعتش اللون ديالها الاصلي من بعد الصيف، بقات شويه برونزيه، فهاد الوصفه هادي راه كتوحد الفيزاج اللون ديالو. المهم دابا انا راه كنشوف الكاميرا ديال التليفون ما معاونيش شي شويه. المهم فاش غادي نابليكي هاد الوصفه غادي نوري لكم واحد الماساج غادي مع هاد الوصفه اللي غادي تبقاو ديروه قبل ما تنشف لكم الوصفه، باش الفيزاج كتكون كتعمل له واحد بتيت ماساج و او ميم طون كتدخل فيه داك لافوكا. وهاد لافوكا راه كترطب الفيزاج بالنسبه للناس اللي البشره ديالهم جافه، فهاد الوصفه كترطب بطريقه ايبر بيان.
البنات انا دابا راه كندير من نفس الطاسه، ولكن كيما شفتوا كنهز غير من هنا بحال هكا. نتوما فاش تبغيو ديروا قسموها في طبيصل باش ما تبقاوش من الفيزاج تردوا باش ما تخسر ليكمش. انا كندير بحال هكا حاليا، دابا غير كنحيد داك الجنيبات. المهم غادي دابا حاليا هانتوما شفتو كيفاش ابلي زعما حطيت الوصفه على وجهي. غادي نكمل دابا الوصفه وغادي نرجع لكم. هلاو حنا جيت. المهم حطيت الوصفه، خليتها نشفت شي شويه، ودابا غادي ندير واحد المساج قبل ما تنشف الوصفه كامله. وديك الساعات هزنا الماء. بون غادي نبداو نديرو بحال هكذا. كتعاون البشره ديالك انها باش وكتبقاي ديري في هذه البارتي بحال هكا، كتعاون البشره ديالك كيدخل فيها الماسك، وامين طون كدير واحد الماساج باش كتحيد منهم داك الشوائب، باش كتحيدي داك الخلايا الميته اللي كتكون في الفيزاج. وإلا بغيتي مثلا ديك الساعه تعاود تزيدي واحد الكميه، ما كاين حتى شي مشكل، لان الغرض حنا خصنا من داك العسل ومن داك الزيت اللي كطلق لافوكا. وفهاد البلاصه كنبداو نديرو بحال هكا، كنطلعو وكنهبطو بحال هكا، وهاد البلاصه كنبداو نطلعو بحال هكا. وعندكم تقيسوا شعركم اولا كنديروا بحال هكا وكنرجعوا بحال هكا، كنديروا بحال هكا وكنرجعوا بحال هكا. هاد الوصفه كتنفع العريسات بزاف اللي مقبله على الزواج ان شاء الله، ديروا هاد الوصفه هادي زوينه بزاف. وكديري بحال هكا بهادو، كديري بحال هكا. المهم هاد الوصفه البنات راه زوينه بزاف. المهم انا راه هادشي بدا كيطيح ليا فوق عينيا، مي بون معنا حد. بحال هكا. ودابا غادي نخلي الماسك ديالي ينشف ونعاود نرجع لكم. في اطار كنستنى الوصفه ديالي تنشف، كيف ما قلت لكم ها انا قديت هذا هذا المول، هذا ها هو قديته. ها هي شوش حاجتني الوصفه، يعني الا حسبتي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. المهم البنات ما عنديش مع الحساب. ها هي شوش حاجتني راه كافيه 3 فوا بار جو ولا 4 فوا بار جو بار سيمين عفوا. دونك راه كافيه دوز لك، تقدر دوز لك 2 سيمين ولا تقدر دوز لك على حسب فوقاش ما بغيتي، حيت هاد الوصفه ما فيهاش مواد كيماويه اللي غادي يضروا لك وجهك. دونك تقدر ديريها حتى نهار، الا فيك ما ديريها يوميا ديريها يوميا. بالعكس راه غادي يكون عندك واحد لافونتاج ان غادي تلقاي نتيجه بسرعه، لان هي اصلا من التجربه الاولى، من الطريقه الاولى راه كتبان الوصفه. انا غادي من بعد نغسل وجهي وغادي تشوفوا الطريقه بيديكم. المهم كنهضر بحال هكا لان الوصفه راه بدات كتيبس وما خصنيش نهضر. الو غادي نخليكم ونرجعوا. البنات ها انا جيت رجعت لكم من بعد غسلت وجهي بالماء دافي، وغادي تعملوا غير شويه ديال الصابون باش ما تحيدوش داك الزيت النهائي ديال لافوكا. كيفما كتشوفوا حاليا انا وجهي ما فيه حتى شي حاجه، ما فيه لا فوندوتا لا حتى شي حاجه. ها هو نتمنى يكون كيبان لكم مزيان. المهم ما في حتى شي حاجه حاليا. المهم انا غسلت وجهي دابا. هاد البلايص عندي حمار حيت بقيت جالسه كندير بحال القماش في داك الماسك، عليها شي شويه وجهي احمر لي. مي كنتمنى تكون عجبكم، بان لكم ماشي عجبكم، بان لكم واحد شويه ديال الفرق. فريمون واحد الوصفه هائله كتخلي اليد الفيزاج مع الوصفه عجبتني. ما بقيتش كنعرف نهضر،
كتخلي الفيزاج رطب بواحد الطريقه ما تصوروهاش البنات، كتخلي الوجه ما فيهش داك الشوائب، ما فيهش داك، المهم كتخليه بحال لابو ديال الشبابي. المهم البنات بهذه الطريقه راه غادي نكون ساليت الوصفه، المهم نحط الفوطه، غادي نكون ساليت الوصفه. قبل ما غادي نسالي لا فيديو، غادي نقول لكم ان هاد الايامات اخترت وقررت انني نحط لكم وصفات بول الفيزاج. علاش؟ لان حنايا داخلين على الموسم ديال الصيف، كنعرفوا ان اغلب ديال المشاكل كيكون في موسم ديال الصيف وفي يوم الربيع، حساسيه الشمس، كيتبدل الجو. فليها انا كنشارك معكم هاد الوصفات باش تستافدوا منهم في هاد الفتره اللي نتوما كتكونوا محتاجين ليهم واللي كتكونوا كتعانيوا. فكنتمنى يكونوا عجبوكم الوصفات، وان شاء الله غادي نحط بزاف ديال الوصفات اللي بتجربتي انا الخاصه واللي انا كنعتمد عليهم في الحياه ديالي، انهما فريمون رائعين. وثاني حاجه قبل ما ننسى البنات، باش شويه نبدلوا لا روتين ديال لاشين، لان الصراحه هذا ماشي الاختصاص ديال لاشين اللي انا قررت ديال الوصفات ولا هذا. شويه غادي نخرجوا على الاطار، غادي نبقاو معايا، خليو ليا لي كومونتير. وقبل ما غادي نسالي لا فيديو، غادي نهضر لكم غير قصير، لان من بعد غادي نحط لكم لا فيديو شنو يعني، غادي نهضر لكم اون ديتاي. ف الاختصاص ديال لاشين اللي غادي يكون سوربرايز، كنوجد حاليا واحد المفاجاه باقي حتى شي واحد ما عارفها، اللي غادي تكون بالنسبه لي انا فريمون سوربرايز ليكم وليا حتى انا. فان شاء الله باذن الله انا كنوجد فيها، وفاش غادي تكمل غادي نحط لكم لي فيديو لي فيديوز اللي غادي يكونوا من داك الساعه. عاد غادي لاشين غادي نبقى نحط يعني الاختصاص ديالها، ولكن حاليا باش ما نخليش فراغ وباش ما نتعطلش عليكم، حيت كاينين الناس كيجيو لعندي ميرسي بوكو كيقولوا لي غبرتي علينا حطينا لي فيديو. كنحاول انني نشارك معكم شي حاجات اللي نتوما غتستافدوا منهم واللي غيعجبوكم، واو ميم طون ما نغبرش عليكم. فالبنات وصلنا لواحد العدد بالنسبه لي اللي انا فرحني، فكنتمنى اننا نزيدوا العدد ديالنا. بارطاجيو بارطاجيو بارطاجيو، تابوناو الناس اللي مازال ما تابوناش، تابوناو اللي فين بلاصه فين مكتوبه اشتراك او ابوني او سبسكرايب، كليكيو فيها وغادي تكونوا بديك الطريقه اشتركتوا في لاشين ديالي، وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد دائما بالطبع بلا ما تبقاو تدخلوا لاشين، غيبقاو يوصلوكم لي نوتيفيكاسيون. وبهكا غادي نكونوا لا فامي ديالنا كتكبر، وغادي نكونوا كاملين بينا كنستافدوا. فاللي مازال ما تابونا يتابونا، تبارطاجيو لي فيديوهات، وصافي. ودابا غادي نقول لكم موح عليكم، بيزو باي باي.